تحول دولة 56 مثلا كما يقال، لكن هذا التأسيس ربما نحن الآن في أزمة، في مشكلة. كيف ترى هذه الأزمة؟ يعني كيف الآن نتعامل مع هذا الواقع؟ هل هو يعني بيصلح لأنه نبتدي نأسس من الآن، ولا نوقف هذا الذي يحدث الآن من حرب وصراع ثم نبدأ في التأسيس؟ يعني هل هم مرحلتين ولا مرحلة واحدة؟ هو ربما تكون مرحلتين، لأنه في جوانب فنية متعلقة بالمفاوضات مثلا، ولكن في تقدير الشخصي أنه حتى المفاوضات ينبغي أن تصمم بطريقة تفضي إلى قضايا تأسيس الدولة. يعني مثلا آخر مفاوضات كانت شاملة وواسعة وعميقة هي مفاوضات نيفاشا في 2005. وكانت القضايا معقدة، ولكن القضايا التي تطرحها الحرب الحالية أكثر تعقيدا، وبالتالي تصميم العملية التفاوضية التي تفضي إلى قضايا تأسيس الدولة ستكون أكثر تعقيدا، وتحتاج كذلك إلى عقول ربما أكثر عمقا وأوسع طاقة من العقول التي اجتمعت والتقت في نيفاشا. الواقع الأمر لم تكن عقول هينة تلك التي التقت في نيفاشا، فنحن نحتاج إلى ذلك المستوى أكثر للخروج من المأزق الحالي، بل نحتاج لأيما طاقة، كل الطاقات ينبغي أن نحشدها للخروج من مأزق الحرب نحو قضايا تأسيس الدولة. يعني دارين نشوف بعض هذه القضايا عشان نكون إحنا في الصورة كلنا، هذه القضايا المحتاجة الآن لهذا النقاش العميق اللي بتقوله أنت الآن، ومحتاجة لهذه العقول المعقدة. يعني شنو يعني قضايا زي شنو؟ على رأس هذه القضايا الجيش الواحد مثلا، لأنه الدولة السودانية منذ تأسيسها ظلت تستصحب عدة جيوش، أحيانا يصطنعها الجيش الرسمي، وأحيانا حتى الحركات المسلحة كانت تصنع لها جيوش هامشية موازية داعمة باكب لبعض المواقف وبعض المعارك وبعض القضايا. ولكن الحرب الحالية هي نتيجة كانت حتمية لوجود جيشين متوازيين ربما حتى في القوة. فلذلك إذا أردنا أن نؤسس لدولة حديثة خاصة في الحالة السودانية، نحن نعلم أن السودان يحتاج لدولة فيدرالية، أو الفيدرالية لها شرطان. الشرط الأول هو الديمقراطية، الشرط الثاني الجيش الواحد. فلذلك واحدة من أسباب المباشرة للحرب هو وجود جيشين متوازيين بقيادتين. نحن نريد أن نؤسس لجيش واحد، هذا الجيش واحد ليست عقيدة قتالية، عقيدة عسكرية موصولة باستراتيجية الأمن القومي في البلاد، موصولة كذلك باستراتيجية العلاقات الخارجية، موصولة بقضية الهوية، هذه كلها قضايا تأسيس الدولة. لكن أنت أكثر علما يعني أنه هذا الجيش، يعني مشكلتنا ليست جيشين، المشكلة الأعمق هي وجود السياسة داخل الجيش، والتهمة الشهيرة بأنه هذا الجيش خلال 30 سنوات الإنغاز هو جيش الآن جيش مسيس تماما، وجيش يعني يسيطر عليه الإسلاميين بشكل كبير. يعني هل هذه أزمة يجب أن ننظر لها أيضا؟ وطبعا الغاية هو أن يكون هنالك في دولة السودان الفيدرالية جيش واحد، ولكن كيف يكون هذا الجيش الواحد؟ ينبغي أن يعبر عن كل السودان، الجيش الواحد الغير مسيس والمعبر عن كل السودان. مثلا واحدة من انتقادات التي توجه إلى الجيش السوداني مدى عمره أن طبقة الضباط من مناطق معينة في السودان، هذه حقيقة بالأرقام يصعب مغالطتها أو إنكارها. مثلا بعض الدول مثل الهند تضع نسب معينة للإثنيات المختلفة حتى تكون موجودة، هذه واحدة من القضايا التي ينبغي أن نستصحبها، أنه إذا نظرت إلى الجيش السوداني مثل ما إذا نظرت إلى الاقتصاد السوداني، إذا نظرت إلى السياسة الخارجية وأنت سوداني من أي مدرسة فكرية أو أي منطقة أو أي إثنية، تجد نفسك، تجد صورتك في هذا الجيش مثل ما تجد صورتك في الاقتصاد. إذا لم تجد صورتك في الاقتصاد ولا في الجيش ولا في السياسة الخارجية ولا في العدل، عندئذ هنالك اختلال في قسمة السلطة والثروة المتعلقة بالدولة السودانية.